كما عودنا المكتب المديري الحالي نادي الرجاء الرياضي برئاسة محمد البودريقة يفتح قنوات التواصل مع الزملاء الصحفيين مع عبرهم على الجمهور الرجاوي العريض. كانت عدة نقاط اللي تطرق لها رئيس النادي، بداية بتقديم المدير الرياضي للنادي السي محمد مديح لاعب سابق لنادي الرجاء، إطار غني على الكل تعريف، رقم عدة تجارب، اليوم يشغل منصب ديال المدير الرياضي داخل نادي الرجاء. كان تقديم أيضا ديال الإدارة التقنية على مستوى المنتخب كرة القدم داخل القاعة وعلى مستوى الفريق النسوي. رئيس النادي أيضا تطرق إلى عدة أمور تخص مستجدات الفريق قبل يمكن 24 ساعة من إغلاق الميركاتو. نادي الرجاء اليوم يمكن أعلن رسميا على إنهاء الميركاتو بالتعاقد مع الحارس مروان الفخر، ممكن اعتبروا عودة ديال الحارس مروان الفخر. وتحدث على أمور اللي كتخص النادي من أجل تنوير الرأي العام الرجاوي المقبل، أيضا على جمع العام اللي غيكون فيه عرض ديال الحصيلة السنوية ديال المكاتب السابقة وما تحقق على المستوى المالي هذه السنة. يمكن أبرز الخلاصات هو أن النادي كان عنده عبء كبير له على مستوى رفع المنع التعاقدات، واللي نجح فيه النادي اللي هو رفع التعاقدات، واللي وصفه أيضا رئيس النادي بأنه بمثابة لقب تحقق، لأنه ماشي سهل أنك ترفع المنع من التعاقدات. أكيد كرة القدم المغربية اليوم في حاجة لأن الرجاء يكون بصحة جيدة، يكون بتسيير معقل، نتمنى أن الأمور تسير في اتجاه صحيح، لأنه أيضا في حاجة أن الرجاء يرجع للواجهة القارية ويمثل كرة القدم الوطنية أحسن تمشي. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.